ظرفية محبطة ومنهكة طيلة سنوات، وهي إلى جانب هذا وذاك مثقفة كبيرة ملتزمة بدورها العضوي في صياغة أسس جديدة لمجتمع المعرفة. رحبوا معي سيدتي أنستي سادتي بالشاعرة الكبيرة الأستاذة للا ملك العصيمي، مرحبا. شكرا أخي، أنا سعيدة بالاستضافة وسعيدة باهتمامك بهذا البيان، لأن كما أشرت إلى ذلك يفتح النقاش، هذا هو الهدف، ويا ليته يفتح النقاش. نعم. لأن هذا النوع من النقاشات مغلق. نعم. مغلق ولا يراد له أن يفتح. نعم. طيب، البيان الذي أصدرتموه بشكل دقيق ومكتف يلتمس عبر مرجعيات فكرية وسياسية قراءة الراهن السياسي أو المتن السياسي المغربي في محاولة تفكيكية مهمة. ما الغاية من البيان في هذه الظرفية التي يعيشها المغرب؟ المغرب يعيش طفرة فعلا تنموية مهمة، لكن السؤال هل طفرة التعمير والبنايات والطرق وكذا هل كافية ليتم لتقع طفرة البشر؟ هذا السؤال. نعم. الجوهري. نعم. وأعتقد أن المغرب يعيش أزمة عميقة جدا قد تكون مندرة. نعم. بمخاطر، هذا لا نتمناه أبدا. نعم. نتمنى إن شاء الله أن بلادنا تعيش الاستقرار الذي تستحقه. نعم. لأن لديها كل المؤهلات والمقومات للاستقرار وللتنمية وللتقدم ولدخول الحضارة القادمة. نعم. لكن هناك مشكل، هناك مشكل عميق تعكسه عدد من التحركات وعدد من القرارات وعدد من التغيبات الغيابات والتخليات، وهذا شيء خطير. نعم. خطير جدا، لأن المجتمع يحتاج إلى تأطير. نعم. ومفروض أن والقوانين جميع القوانين والدساتير العالمية تقول إن الأحزاب هي التي تنظم الجماهير. نعم. وعندما تتحرك الجماهير بمفردها خارج الأحزاب فهذا يعني أن الأحزاب لم يعد لها وجود ولم تعد لها شرعية الوجود. نعم. هي فقدت شرعيتها في الوجود، ويفترض أن تحل نفسها كلها الأحزاب. نعم. كلها الأحزاب بدون استثناء يجب أن تحل نفسها، لأن لم تعد قادرة على تأطير الجماهير، ولم تعد البرلمان أن أنت تحدث لنا من خلال منبر البرلمان، هذا استعراض عضلات. نعم. هذا ليس نضالا جماهيريا، هذا استعراض عضلات. نعم. ومحاولة، وبذلك فقدت ثقة الجماهير. نعم. الأحزاب، وهذا شيء خطير، خطير. نعم. جدا. بذلك كان بياني موجه لهذه الأحزاب، وموجه للأحزاب الوطنية التي لعبت الأدوار الطلائعية التاريخية دائما، والتي كانت في مقدمة النضالات. نعم. الجماهيرية ونضالات المغرب في كل المحطات. نعم. الخطيرة والكبرى. نعم. كيف تتراجع عن مسؤوليتها بهذا الشكل؟ يعني هذا شيء خطير، هذا. نعم. شيء خطير. نعم. ترك الجماهير لنفسها هذا يهدد مستقبل المغرب وحياة المغرب واستقرار المغرب، وينزع عنها مشروعية الوجود. نعم. طيب، ركزتم في بيانكم على الأدوار المغيبة للأحزاب السياسية المغربية خصوصا منها الوطنية، ولكن أيضا ذكرتم بأن قطاعات كبرى من هذه الأحزاب غيبت عن قصد، وأيضا
عن سبق إصرار وترصد، وهذا الغياب ربما يضعها في مساءلة جماهيرية كبيرة لأنها لم تقم بما يلزم من تعبئة المجتمع وتجهيزه للعب أدوار طلائعية كبرى، خصوصا في ما يقصد به المعرفة الاجتماعية، الفعل الميداني الفعلي الذي ذكرتموه في تثبيتكم لسلم الإصلاحات التي ترمون مقاصديتها، ثم أيضا غياب النخب الثقافية داخل قطاعات حزبية مهمة جدا أضحت لا تميز بين الصالح والطالح. هناك حالة مرضية، يمكن نقول أنه كانت هناك فيروسات، هذا فيروس الكورونا سبق داخل الأحزاب وأصابها بنوع من الوباء وجعلها تتآكل من داخل، طبعا تتآكل بسبب أنها لم تعد مؤهلة أو راغبة، لم تعد راغبة في الاحتفاظ واستقطاب نوعية من الكفاءات. الآن الأزمة السياسية المغربية هي أزمة أن الجميع يبحث عن المال. الجميع يبحث عن المال، والمال نزل إلى الميدان بقوة بقوة كبيرة. نزل المال ونزلت أيضا أنواع من السلطة تتحكم في كل شيء. وتصادر الرأي وتمنع الرأي، تمنع التعبير. هذا مشكل كبير، لكن مع ذلك كان الاستعمار الفرنسي والدولي كان ينزل بقوة في المغرب، وكانوا أعوان الاستعمار همجيين للاستعمار وأعوانه يعني ينزلون إلى الميدان بكثير من الهمجية ومن العنف، مع ذلك كانت القوة الوطنية تناضل. فكيف الآن وهي أمام دولة مدنية منظمة وأمام بنيات يمكن أن نسميها ديمقراطية؟ بذلك أنا لا ألتمس للأحزاب أعذارا ولا أتهم السلطة، لا أتهمها أبدا، لأنها تمارس دورها، وحتى الشرطة، حتى الشرطة وأجهزة القمع والسجون وكل هذه الأشياء كانت موجودة، كانت موجودة، وكانت القوة الوطنية مستعدة للدخول إلى السجون وللنزول الميدان وللتعرض للاستشهادات وغير ذلك. لماذا الآن ونحن أمام دولة منظمة مدنية عادية لها سياستها ولا إكراهاتها؟ لا ننسى أن الدولة اليوم الدول مثل بلادنا، كل الدول مثل بلادنا تخضع لتحكمات إقليمية ودولية، تحكمات كثيرة. الآن القوة الكبرى تفرض إرادتها وسياستها على الدول. الدول إذن ربما فاسدة، ربما خاضعة لإشكالات، ربما، ولكن نتركها. الدولة، ظهر الدولة هي الأحزاب. حماية الدولة، ونحن لدينا دولة قائمة، لكي نحميها يجب أن نكون قوة. الأحزاب الوطنية لديها مسؤولية حماية الدولة والضغط في اتجاه أن تسير سياساتها وفق طموحات الجماهير. ومسؤوليتها أن تخطط السياسات التنموية وأن تقدم السياسات وأن تناضل من أجل تنفيذ السياسات التنموية. هذه الأحزاب أولا متشردمة، وهذا مشكل كبير.
هذا التشرذم ما هي أسبابه؟ أنا سؤالي، هل التشرذم ناتج عن اختلاف في البرامج؟ عندما ننظر إلى البرامج الانتخابية نجد أنها ما يسمى في هذا الاستنساخ كوبي كولي، بحيث مستنسخة متشابهة واحدة. من أجل هذا إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، بحيث قد نختلف. من يجب أن ترفض الأحزاب الوطنية أن تكون شبيهة. أجرت نوع أجرت ما يسمى بالتوافق. نعم سياسي. أجرت ما يسمى بالتوافق. توافق كيف ومع من؟ كانت تتهم أحزابا بأنها أحزاب فاسدة، وأنها أحزاب غير شرعية، وأنها أحزاب إلى آخره، إدارية مصنوعة إلى آخره، يعني عديد من الأوصاف. ثم فيما بعد توافقت معها. ليست الأحزاب المفبركة هي التي توافقت مع الأحزاب الوطنية، العكس تماما. هذا يعني أن الأحزاب الوطنية توافقت مع الفساد، هي ذهبت إلى الفساد، توافقت مع الفساد. وهذا يعني كافي. هذه الكلمة هكذا، هذا التوافق. منذ تم هذا التوافق معنى أنه وقع الانبطاح الشامل للأحزاب الوطنية. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ هل كانت هناك مصالح؟ أما أن تكون هناك ضغوطات، هذا أنا لا أقبلها. أنا لا أقبل الضغوطات. الأحزاب الوطنية لا، كيف؟ اتخذت قرارات حاسمة في قطائع بالتوافق مع الفساد، بالخضوع للفساد وممارسة الفساد. طيب، هل يعني ذلك أن ذلك يعكس سوء المنهجية الديمقراطية في المسار الطبيعي الانتقالي ديال السلطة؟ حيث أنه طبعا كانت واحد المجموعة من الطفرات السياسية في العهد الجديد، ومن بعد كانت قطائع ربما مع واحد المجموعة من المواقف ديال الأحزاب السياسية في العهود السالفة، بحال مثلا العهد ديال المولي محمد بوستا واليوسفي اللي وأيت الدير سعيد، اللي ربما كانت عندهم مواقف اللي هي تشري في الحركة الوطنية. وما بعد ذلك كانت هناك طبعا عدم توافق أحزاب سياسية وتشردمها كما يعني فسرتي، وأيضا مطالب جديدة لأجيال سياسية قامت بربما القفز على كل مكتسبات الأحزاب السياسية الوطنية في ما يسمى بالعهد الجديد. معنى ذلك أن هناك تكريس لطبيعة اختلاف في المنهجية الديمقراطية للأحزاب السياسية التي تعيش الآن أخير أيامها. أكيد أن الأزمة أزمة ديمقراطية داخلية. أكيد. لأن الديمقراطية لابد، حتى الآن العالم لم يكتشف تجربة أو وصفة مهمة غير الديمقراطية. إذن الديمقراطية، ونحن نطالب بالديمقراطية، كيف تطالب بالديمقراطية ولا تمارسها؟ هذه أولا هذه أزمة خطيرة. وأنا كنت وقفت في أول كتاب أصدرته، مش أول كتاب ولكن الكتب الأولى التي أصدرتها، سميتها المرأة وإشكالية الديمقراطية، قراءة في الواقع والخطاب. وقفت عند نص قرآني، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هذا ليس فقط الرفض أو هذا المقت، معناه أنه أقصى درجة
يعني القرف من ممارسة معينة. أن الأحزاب كلها تتحدث عن الديمقراطية وأشياء أخرى. أنا أوردت هذا النص في سياق الحديث عن المرأة. أن الجميع يريد يتحدث عن المرأة وأن المساواة وكذا، وفي الممارسة أنا استعرضت آنذاك نماذج كثيرة. آنذاك ما كانتش المرأة في السلطة، ما كانتش المرأة في منصات الأحزاب، في منصات النقابات، في الأجهزة الأجهزة المختلفة الإدارية، باستثناء أنها كاتبة ولا هذا. والآن الحمد لله يعني حقيقة المغرب يسير فقط هاد المسار ديالو في لحظة يمكن أن ينقلب في لحظة. وحنا في مثل هاد اللحظة، حنا في وضع يندر بأن هذه اللحظة الآن قريبة أقرب من حبل الوريد. إذن نحن نطالب الدولة بالديمقراطية، نطالب الدولة بعدم تزوير الانتخابات، بينما كل الأحزاب تزور الانتخابات. كل الأحزاب تزور انتخاباتها، وكل الأحزاب تحجب طاقاتها الفعالة. شبيبات الحزبية معتقلة بقرارات الحزب، بقرارات الأحزاب. بينما الشبيبات مفروض أن تكون رائدة. رائدة في النضال في المغربي وفاعلة في الأحزاب. الشبيبات تخضع هي نفسها لتقلبات ومزاجيات. الآن الأخطر من هذا أن هذه الأحزاب أسست مدرسة تربوية فاسدة، بحيث تفسد تربية الشباب، تفسد تربية المثقفين، تفسد تربية المفكرين، تفسد تربية المجتمع. هذه الأحزاب عندها مسؤولية تاريخية على ما يمكن أن يؤول إليه الأمور وعلى ما آل إليه الأمر. لأنه الآن القرارات يعني تصدر والأحزاب تابعة. الأحزاب ليس لديها مشروع. يكفي أنه احتاجنا أننا نستورد من الخارج وزراء وسفراء وأشخاص كانوا في بلاد الغال وفي بلاد الوقواق لا علاقة لهم بباب الدباغ، لا علاقة لهم بأيت بوغماز، لا علاقة لهم بدرب غلف، لا علاقة لهم بالمغرب ومشكلاته ومشكلات المواطن. تستورد هؤلاء لكي يبنوا المشروع التنموي للمغرب. هذه وحدها مهلكة، وحدها تعبر عن أنه هذه الأحزاب، بل أكثر من هذا، عندما حدث هذا الحدث الخطير الأحزاب بايعت كل برامج ومخططات، بايعت هذه اللجنة الهجينة الغريبة، بايعتها. هذه التبعية بهذا الشكل، هذا ما تتنزع هي تتنزع عن نفسها مشروعيتها. هي الأحزاب نفسها بنفسها تنزع عن نفسها مشروعيتها. ثم تدخل في مجالس. لدينا الآن المغرب مجلس حقوق الإنسان، ومجلس التعليم، ومجلس الثقافة، ومجلس كذا، وعندنا مجالس، ومجلس الاقتصاد، ومجلس كذا. وهاد المجالس هذه صارت حتى هي ريع، بحيث الأحزاب تتمثل في هذه وتأخذ حصتها من الريع المالي وغير المالي. هذا مشكل، هذا مشكل كبير. أنا أعتبر أن المغرب الآن من الأفضل، أن هناك سلطة، هناك دولة منظمة، الأحزاب لم يعد لها ما تفعله.
نعم. إما أن تصحح نفسها وإما أن تحل نفسها، لأن حلت نفسها عمليا عندما تتبع لقرارات خارجية فهي نزعت عن نفسها المشروعية انتهى. ثم أكثر من هذا أيضا أن الشعب المغربي نزع عنها المشروعية، لأن الشعب يتحرك بمفرده، لا تحركه الأحزاب ولا يعترف بالأحزاب، لا تحركه النقابات ولا يعترف بالنقابات. ينقب نفسه ويحزب نفسه وينظم نفسه ويخرج للشارع ولا نعرف ماذا سيفعل غدا. بدون تأطير. بدون تأطير، بدون تنظيم، بدون ما نسميه اللجام أو الشكيمة التي تضبط الأمور وهي الأحزاب والتنظيمات. طيب قبل ما ندخلوا للشطر الثاني من الحوار ديالنا اللي غادي يفصل أيضا فكل الممكنات اللي طرحتها الأستاذة الشاعرة والباحثة الكبيرة للملكة العاصمي بخصوص الأدوار ديال الأحزاب والتغييب ديالها في الساحات الفعلية، وأيضا العراء اللي صابها خصوصا في الجائحة ديال كورونا، وربما هذا أيضا عكس واحد الصورة مخالفة تماما للأدوار اللي يمكن يطلع بها المجتمع الحزبي خصوصا على مستوى يعني التأطير ديال المجتمع، الإخبار دياله بالمستجدات، وضعه أمام الرهانات الكبرى ديال التنمية، التأسيس على الممكنات الثقافية اللي هي مغيبة تماما في المجتمع المغربي وفي البرامج اللي تتكرس واحد الهدفية مادية مباشرة، وأيضا لا منطقية في الكثير من الاختيارات ديال الأحزاب السياسية على مستوى تدبير ملفات كبرى بحال ملفات ديال الشباب والنساء، وأيضا الظواهر اللي ولات الآن تتمركز في المجتمع المغربي بشكل خطير جدا، خصوصا التباعد الأسري، العلاقة ديال الأسرة بالتعليم، التفكك اللي وقع في الظاهرة ديال الاختيارات ديال الدولة بخصوص المنهجية ديال التعليم الرسمي، وأيضا دخول واحد المجموعة من طفرات جديدة بخصوص المركزة ديال القرارات على المستوى الإداري، أيضا التقليعات الكبيرة الجديدة اللي تطلع بها واحد مجموعة من المراكز البحثية اللي تقوم بالاستهداف ديال شرائح مهمة في المجتمع المغربي وتعتبرها ربما ما عندهاش قابلية للديمقراطية كاع، وربما هذه من النظريات اللي تكرست مؤخرا في الكثير من الأبحاث والدراسات، وعلى رأسها ربما النظرية ديال سي محمد الطوقي اللي كان تتكلم على أن المجتمع المغربي باقي ما عندوش القابلية الديمقراطية وأيضا التأسيسات الديمقراطية. غادي نقرأ واحد المجموعة ربما من التعاليق على اللقاء ديال اليوم، إذا سمحتي كاين عندك شي لحظه. نعم. انا اعترض على هذه الكلمه هذه ديال ان المجتمع ليست له قابليه للديمقراطيه. المجتمعات كلها مستعده للديمقراطيه وتطالب بالديمقراطيه، ونحن نربي الفرد والمجتمع والبنيات المختلفه على الديمقراطيه أو نربيها على الفساد. وعلى لأن ما معنى الديمقراطية؟ هي إعطاء الحق للآخر. إذا لم تعطي للآخر حقه معنى إذن أنك تسرق حقه، حقوق الناس. إذن هناك ممارسة في المجتمع هي سرقة الحقوق. ونحن ندعي أننا ندافع عن حقوق الناس، نحن نسرق حقوقهم. إن الديمقراطية هي هذه، المجتمع يطالب بالديمقراطية ويريد الديمقراطية، والأحزاب مسؤوليتها أن تربي المجتمع على الديمقراطية وعلى الحق وعلى العدل. هذه تربية تلقيناها في البيت، في بيوتنا، في المساجد، في المؤسسة التعليمية. في إذا انسحبنا أو انسحبت الأحزاب من مراقبة المدرسة، مراقبة المسجد،
مراقبة البيت والأسرة، نعم. مراقبة الإعلام، هذه المؤسسات المربية، نعم. في المجتمع، المدرسة، البيت، الشارع، الشارع أيضا يضبط ويتم تربيته، الإعلام، 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 إعلام اليوم يعني أكبر مدرسة، نعم. للتربية أو للإفساد، نعم. إذا هذه المؤسسات لم تستطع أو لم تقم بدورها التربوي في بناء تربية الفرد على الديمقراطية، فهذه مسؤولية أما الفرد مؤهل، نعم. المجتمع المغربي مؤهل للديمقراطية، مسؤولية الأحزاب السياسية والدولة، لأنها هي التي تدعم القطاعات بدون شك، نعم. بدون شك. لكن أنا عندي واحد أتمثل ببيت شعري يقول: من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلى من يهون يسهل الهوان عليه. إذا الأحزاب هان عليها نفسها أن تتخلى عن مشروعها وأن تكون تابعة، إذا هي هانت على نفسها. نعم. فإذا ليس من حقها أن تلوم أحدا. نعم. ليس من حقها ذلك. نعم. الحمد لله، الحمد لله أن الحكومة نهضت أما في هذه الحالة ديال كورونا كان مفروض أن الأحزاب تنزل الشارع وتؤطر الجماهير وتكون لها أدوار في دعم المواطن وفي حل المشكلات الكبرى. نعم. الأحزاب حتى في الأزمات ربما في الأزمات نحن بحاجة إلى حوار ونقاش، أكيد. وتعطير الحالة الاجتماعية، أكيد. نعم. أكيد من الأحزاب كان مفروض أن تنزل إلى الشارع وأن تعالج مشاكل الوطن والمواطن. أنا عندي تجربة رغم أنني لم أمارس هذه التجربة مباشرة إلا في فترة متأخرة، يعني حقيقة حتى في مراهقتي، لكن أنا عشت وسط مناضل لم يكن يصعب عليه شيء، لم يكن يصعب عليه ليس شيء، ليس هناك مستحيل، لم يكن يصعب عليه شيء. كان المدرسة اللي او التعليم، المدرسه التي المفتوحه في المغرب كانت مدرسه يعني تسن سياسه استعماريه منظمه ممنهجه كذا. الحركه الوطنيه بنت مدارس اخرى، مدارس وطنيه، بنات المدرسه الوطنيه. كان هناك مشكل اجتماعي، المدرسة الحركة الوطنية تصدت للمشاكل الاجتماعية، تصدت للتعمير، تصدت. أنا في كتابة أخيرة أشرت لطريق الوحدة، وأشرت في مراكش، ونحن في مراكش أشرت لغابة الشباب، وأشرت هذه أشياء. هذا المواطن، إذا الأحزاب عندما تؤطر المواطن، إذا تبحث عن وسائل لحل مشاكل المجتمع، نعم. ولحل مشاكل التنمية، ولا تنتظر الدولة ولا تنتظر الحكومة. الآن احنا الحكومة ما دارت شيء، وإلا ما الحكومة لم تفعل وأنت ماذا فعلت؟ نعم. لأن كل واحد عنده مسؤولية. صحيح أن الحكومة عندها مسؤولية ومسؤوليتها قائمة، ونحن لا نعفيها من المسؤولية، ولكن أيضا يجب أن تتحمل الهيئات مسؤوليتها. لديها طاقات شبيبية، لديها طاقات عمالية، لديها طاقات كثيرة، خصوصا أن الشعب المغربي يبحث عن إطار لينخرط فيه. المغاربة طاقات فعالة، ولكن كاين مشكلة الثقة، هذا هو الإشكال دابا الآن اللي كاين. كيف يمكن أن تسترجع الأحزاب السياسية مشروعيتها في ظل عدم وجود جسر ثقة بينها وبين المواطن العادي؟ الثقة تكتسب ليس من الخطاب، الثقة تكتسب من الممارسة، من السلوك. والمجتمع المغربي يرصد
يرصد ما يقال ويرصد ما يفعل. وعندما يرى التناقض ما بين القول والفعل يسحب الثقة. نعم. بذلك المجتمع المغربي سحب الثقة من الأحزاب. الآن الكلمة المتداولة عن الأحزاب هي دكاكين انتخابية. نعم. دكاكين انتخابية. بمعنى أنها تجارة تمارس التجارة بالديمقراطية وبالانتخابات وتبحث عن المناصب وتبحث عن الامتيازات وتبحث عن المواقع وعن المصالح. إذا هذا مشكل. هذا مشكل. طيب يعني حقيقة وضعت اليد على الجرح، لأنه كاين أيضا من يعني يعبر على أن الدولة هي التي أرادت تفريغ الأحزاب السياسية من محتواها التاريخي ومحتواها من مرجعيتها التاريخية، وأيضا من استلهامها للتفرط الحداثة والعمل الميداني بإزاء الحاجيات ديال المواطنين، وبالتالي فهي تمارس أيضا عنصرا آخر في ظل استحواذها على القرار السياسي وعلى السلطة السياسية. وهذا التدبير ربما كاين على مستويات عديدة. لنذكر على سبيل المثال الحصر مثلا الإعلام، باقي لحد الآن الرسمي، بمعنى أنه من تتكلمي الأستاذة لالا مالكة العاصمي تتكلم على تغييب المفكر في الأجندة السياسية العمومية، معناه أنه آخر شيء يمكن الرهان عليه هو المقاربة الثقافية والفكرية في الجانب التدبيري، بمعنى أن البرامج الثقافية كلها ينتظرها المواطن في ساعة متأخرة من الليل. هذا يعني على سبيل المثال الله الحصر في المجال مثلا سياسة التدبير، الملف الخطير جدا اللي هو القطاع ديال التعليم، وصل الباب المسدود والدولة اعترفت بالفشل ديالها وعلى أنه هناك عدم حسم في الإصلاح ديال القطاع، خطير جدا اللي تيمس الأمن الوطني بشكل المباشر. وبالتالي القطاعات المتدخلة في المجال التعليمي كثيرة جدا ولكنها لم تفعل شيئا. المجلس الأعلى للتعليم، يعني الوثائق الكثيرة التي خرجت، الميثاق الوطني، يعني الكتاب الأبيض، اللجان الإصلاحية المتعددة ديال 2000 من 1998 الآن إلى 2017 و15 اللي خرجت أيضا لجان متعددة. كيف سيتم تقريب الإصلاح إلى المواطن دون تعقيد المهام التي تقوم بها يعني الأحزاب السياسية داخل مجموعة من الهيئات؟ ذكرتي قبل قليل مثلا اللجان، تمثيليتها في كل هذه اللجان، فهي أيضا مسؤولة عن المقاربة، بالرغم من أن الدولة تختار سياستها بشكل حاسم، وربما هذا هو الذي يوجه تعبر عنه من خلال من خلال تمرره من خلال هذه اللجان. تماما، تقول انه الاحزاب السياسيه تمثلكم. نعم. راه هي اللي تدوز القرارات. نعم. التشريعيه في المجالس البرلمانيه، هي اللي كاينه في اللجان اللي تختارها، هي اللي كاينه في الكثير من القرارات السياسيه اللي تدوز وتقولوا بلي ان الدوله هي اللي تدير. انا ساجيب عن سؤال، عن قضيتين طرحتي، قضيتين خطيرتين. نعم. القضية الأولى هي قضية الدولة وتحكمها في الأحزاب وفي الحق السياسي. طبعا الدولة أفسدت الأحزاب عن سبق إصرار وبطريقة ممنهجة ومن مدة طويلة، والأحزاب قاومت كثيرا إلى أن تركت الساحة. ربما ماشي لم تترك، ولكن وقع استبدال. نعم. داخل الأحزاب نفسها. نعم. يعني طرد منها كل يمكن نقولوا البنيات المقاومة. نعم. البنيات المقاومة. نعم. المفكرين، العلماء، المثقفين، الكتاب، الفعاليات الوطنية التاريخية إلى آخره، كلها طردت. نعم. إذن وقع تغيير استبدال شامل. صحيح هذا مشكل كبير.
وهذا هو المشكل. لكن الدولة هذا خطأ كبير في تفكيرها وفي سياستها، لأنها تجرد نفسها من قوة داعمة تدعم ظهرها وتسندها وتساعدها على الصمود أمام التحكم الدولي. لأن أممنا هذه حنا دول صغرى، حنا دول صغرى، حنا واقعين تحت تحكم قوة دولية كبرى تفرض علينا سياسات معينة، ونحن مضطرون لكي نخضع لهذه السياسات. على الأقل كان من واجب الدولة أن تقوي الأحزاب وأن تقوي المؤسسات المقاومة كي تساعدها في الصمود في وجه هذه القوة. وعندما تخترق الأحزاب بهذه الطريقة وتميعها وتوصلها إلى هذه الدرجة، هذا يعني أنها جردت نفسها من أي حماية ومن أي سند، وصارت تتعامل مع الأردال. هل يمكن لهذا الصنف أن يسند دولة وأن يمنح لهذه الدولة الاحترام اللازم أمام قوة باغية خطيرة مستقوية، يعني تحتقر كل، تحترق الجميع، بحيث كثيرا ما حاولت تعريض. الحمد لله أنه لدينا مؤسسات ومسؤولين في مستوى اللي لا يمكن أنه تمسهم ما يراد أنه يمسهم، ولكن أبدا ليس هناك أي ضمانة للسلامة، ليس هناك، لأن قوة باغية 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 مفسدة في الأرض ولا تصلح، هي التي تستهدف أي دولة لا تخضع لسياستها، بحيث مجبورة الدول أن تخضع لسياسات ضد تنميتها وضد حقوقها الوطنية وضد. فإذا الأحزاب والقوة المقاومة كان الدولة كان يجب أن تقويها وتساعدها بدل أن تخترقها وتفسدها، لكي تجد حصن قوي تستند إليه. إذن هذا خطأ، نعم. هذا خطأ. لكن مع ذلك أنا لا أبرر للأحزاب ما وقعت فيه، نعم. أريدها أن تصحح نفسها وأن لأنهم عندها مسؤولية وطنية، إذا كانت هي وطنية فإذن لديها مسؤولية عن وطنها، نعم. ولا تحتاج لمن يفسدها أو يصلحها، نعم. تصلح نفسها أو تفسد نفسها، نعم. وتحاول أن تتدعم ببعضها، لأن مسألة الصراع لا يكون مفردا، نعم. السي محمد بوستة الله يرحمه قال لنا أنه الدرس الأول الذي تلقاه في الوطنية كان هو الدرس ديال سعد القادر حسن، نعم. نخرج من باب الدار ديالو، وكان سعد القادر حسن تيخطب في الجماهير في الطلعة، نعم. وخد عود ورافدين محمول على الأكتاف، هذا في 37، نعم. داك المعركة ديال 37، نعم. ديال رمادي، نعم. اليوم الأول كان سعد القادر حسن كان زعيم كبير ومعه قيادات كبرى وطنية ومخلصة، بحيث جمعوا الجوعة والعرات والمشردين ودخلوهم الأماكن وسدوا عليهم، والقلاوي والاستعمار هي الفولكلور، هي العلامات، وهي ما يسمى بالعلجات العريس،
الى اخره، وداروا الاستقبال الرمادي ومزين مزين السوق، حلوا على الجوعه والمشردين، حلوا عليهم فين كانوا سادين عليهم في القيصريه، وخرجوا باش يشوف لانه جا رمادي باش يقول بلا المغرب مزيان. نعم. بينما كانت المجاعه في المغرب. نعم. كانوا الناس تيموتوا في الزنقه في الشارع تيموتوا. جا باش يقول ان كل شيء مزيان، المغرب مزيان وبخير، فاذا به عرضوا ليه الجوعه والمشردين وكذا في مستويين، في القيصريه ملي كان دايز من السوق، وفي الطلعه. نعم. لما فلت من المجموعه الاولى عاود خرجوا المجموعه الثانيه في الطلعه، وشرقوا لهم حوايجهم الجنرالات الكبار. حقيقة جنون الاستعمار ولا القلاوي، لأنه لم يتوقع. هو القلاوي كان يعرف، كان يعني يتحكم، وفي رأيه أن لا يمكن أن تدب نملة في إيالته دون أن يكون على علم بها، لأن المقدمين والمخبرين إلى آخره منتشرين. مع ذلك لم يعلموا بالأمر، لم يعلموا بالأمر. في بعد هذه الحادثة باتوا في بيت من بيوت المناضلين، بيت السي بن عبد الرازق. بيت السي بن عبد الرازق، السي بن عبد الرازق كان انتقل إلى بيت جديد لم تعرفه بعد الجهات المختلفة. بذلك باتوا في بيت، اجتمعوا في بيت السي بن عبد الرازق، وباتوا يكتبون في اللافتات وفي المناشير وهذا. وفي الصباح اتفقوا أنه ثلاثة الناس يمشيوا يسلموا نفسهم، والباقي يمشي ينضم المظاهرة. بالفعل اللي مشى نضم المظاهرة وقاد المظاهرة هو السي عبد القادر حسن. والمنطلق ديال المظاهرة كان في الطلعة وكذا. تيقول السي محمد بوستة أنه لما خرج السي عبد القادر حسن كان تيخطب محمول على الأكتاف، وخدا عود وكسرو هكذا، وقال لهم هذا العود هذا ها هو، عاود خدا حزمه ديال العواد مسدوده حزمه وحاول يكسرها. قال لهم شوف دابا حنا لما تنكونوا متحدين وقوه لا يمكن اننا نكسر. قال لك اول درس تلقيته السي محمد، السي محمد بوستة قال لك اول درس تلقيته في الوطنيه هو هذا الدرس. الخطبه الناريه ديال السي عبد القادر حسن في الطلعه، وهاد الحركتين معا اللي دار. وانطلقت المظاهره، ما تصوروش انه غادي تكون مظاهره، ما تصوروش انه غادي يخرجوا لهم الجياع يكشفوا لهم القرارات والمخططات ديالهم. اذا مجتمع، هذا مجتمع كان امي وفقير وجائع. نعم. ومستعمر. ومستعمر. نعم. استعمارين. نعم. في مراكش. نعم. مراكش. كانوا قلاوه قلاوه يقيمون المتاريس في. نعم. في الشوارع وفي الاحياء وفي كذا. نعم. واقل ما يعني هما تيبحثوا كيف يتعنفون على المواطن. نعم. يبحثون. كانت تترج واحد الكلمه تنذكرها، قلاوه تيتداولوها فيما بينهم، تيقول ليه كل من سكر الفريزي اي قال وطني اوتت اوتت اوتت، يعني اضربه اضرب كل من له، تقولوا زلم. ايه. كل من له شعر، لانه ذاك الساعه الناس تيحسنوا راسهم. وهذول الوطنيين بداو تيديروا الفريزي. نعم. كل من سكر الفريزي اي قال وطني راه هو وطني فاضربه بدون. نعم. رحمه. فكانوا تيتعرضوا، ما يدوش شي واحد راكب لا حمار ولا دراجه ولا اي شيء، خصو ينزل ويمشي. اما خلاص المحميين كانوا. المهم انا اريد اولا اثبت
في نظري أن الدولة مخطئة في سياسة إضعاف الأحزاب وفي سياسة اختراق الأحزاب، مخطئة لأنها تعري نفسها، تعري نفسها. وفي كثير من الأحيان صار الملك يعني تيتجاسروا كثير من السقطاء أنه يتجاسروا على ملك البلاد اللي هو رمز، رمز رمز وطنك في كل الأحوال، احترامه من احترامي وطنك. ولكن كثيرون تجاسروا عليه، وصور اللي حاولت تشوه أشياء، والآن الواقع الحالي هذا خطأ، هذا خطأ. الدولة لكي تحمي نفسها يجب أن تستقوي بالأحزاب، هذه الأولى. الأحزاب أيضا مسؤوليتها أنها حتى إذا أريد لها أن تدج أنها ترفض ذلك وأن تنظم نفسها. والآن مع هذا التشرذم الأمر يحتاج إلى وحدة، لأن الآن أي واحد يلتهم، أي واحد يلتهم مثل الخروف، إذا لم توحد صفوفها لا يمكن أن تصل. القضية الثانية التي أثرت هي قضية التعليم. وسيادتك أخي قلتي أن التعليم، أن الدولة أعلنت فشل التعليم. الدولة أعلنت فشل التعليم، ولكن التعليم لم يكن فاشلا، هذه أكذوبة. هذه أكذوبة. الدولة كانت تريد إفساد التعليم، لأنه شعرت أن المغرب بدأ يعي ويتحرك تماما ويفكر وتطور، وأنه برزت كفاءات من المدرسة العمومية صحيح. الوطنية العادية، وأنه هادو اللي الآن تنجبهم من الخارج هم منين جاو؟ إنتاج المدرسة العمومية. إذن أشاعت أكذوبة وأرادت أن تعممها أن المدرسة فاشلة لكي تفعل بها ما تفعله الآن. هذا كان الهدف. كانت تريد أن تفسد المدرسة وأن تفككها، لأسباب كثيرة، أسباب سياسية وأسباب اقتصادية. أسباب اقتصادية أنه لفائدة التعليم الخاص، بحيث كل من هب ودب فتح مؤسسة تعليمية. إذن كانت أسباب اقتصادية وراء هاد الأكذوبة، هذه إشاعة هاد الأكذوبة. وكانت أسباب سياسية لاختراق المدرسة، والآن هذا ما يقع. هذا ما يقع. احنا تنشوفوا الآن السياسة، الوطن ورغباته وطموحاته في اتجاه، والمدرسة في اتجاه يراد لها، ما زال حتى الآن الحمد لله. ولكن هناك سياسة ممنهجة لتخريب المدرسة العمومية، وهذا مشكل كبير. طيب، لذلك أنا لا أؤمن أن المدرسة فشلت أبدا. طيب نمشيو للشق اللي مهم بزاف. ما ذكرتي فكرة في تشخيص الوضعية ديال الأحزاب السياسية المغربية، إلا وذكرتي الشق الذي هو مستهدف بشكل مباشر، اللي هو الجانب الفكري والثقافي، لا على المستوى الحزبي ولا على مستوى أيضا دور المثقفين أو النخب الثقافية في الرهان على التنمية وعلى الوجود الإنساني المغربي. وبالتالي قلتي في محطات على أنه تغييب قسري، وهناك أيضا التغييب بمرجعية محددة أيديولوجية أو سياسية أو إدارية، ثم أيضا دور المثقفين في هذا التغييب، بمعنى أنه هناك محطات في التغييب يمكن أن تقارن بكذا مرجعية. يعني لما نرجعوا اللومة كيف تيقولوا المغاربة، واش المثقف، لأنه إذا تكلمنا على المثقف تنتكلموا على غياب النخب المثقفة التي تقود السياسة أو تقود الأحزاب السياسية، ثم أيضا الفعل ديال المثقفين داخل الأحزاب السياسية اللي ولا ما نقولوش هم مش أو
متباطئ إلى حد ما، ولا يعاد إليه إلا في الحالات الشاذة على سبيل تكريس الهدفية أو المرآة التي تعكس الشكل أو الصباغة ديال الأحزاب السياسية. هل هذا يعتبر امتدادا لانسلاخ المثقفة والثقافة المغربية عن مؤهلتها في المجتمع المغربي؟ أولا حدثت كما قلت أسست مدرسة. نعم. مدرسة يعني منهجية في تربية المجتمع. نعم. وفي التعامل مع المثقف بشكل خاص. نعم. المثقف كان مستهدف. بمعنى مستهدف العقل، العقل ديال الأحزاب. إذن الأحزاب اليوم بدون عقل. نعم. بدون عقول. نعم. لأن عقول الأحزاب هما المثقفون، العلماء، المفكرون، هاد الفصيلة. أيادي الأحزاب هي شبيبتها. الشبيبة الآن معتقلة. نعم. داخل الأحزاب. نعم. شبيبة الأحزاب معتقلة وليست منتظمة داخل الأحزاب، معتقلة داخل الأحزاب، معتقلة فعاليتها وإرادتها وتطلعاتها، بل أنها مرشية يعني تقدم لها رشاوي لكي تتبع السياسة. وحتى المثقفين. نعم. والمثقف الآن مشكلة التربية التي تلقاها المثقفون أنه هم أيضا أصبحوا، لأن الحقل الآن ما أين أنت؟ ما هو موقعك؟ وماذا تساوي الفلوس؟ أش عندك الفلوس؟ أش في جيبك؟ أش ماذا تساوي؟ إذن المثقف صار يبحث أيضا عن موقع، عن مال، عن إلى آخره. أكثر من هذا أنه الدولة فتحت الباب، والأحزاب فتحت الباب لعدد من التنظيمات الخارجية وبدأت تربي في النشأ. هذا المعهد كذا، هذا المعهد كذا، هذه المنظمة كذا، هذا يعني دول العالم، وهي في الحقيقة الصهيونية العالمية التي تتجلى تجليات كثيرة من خلال المعهد الفلاني، هذه في ألمانيا، هذه في أمريكا، هذه في السويد، هذه في النرويج، هذه إلى آخره، ونزلوا للميدان وأقاموا بجهود كبيرة، وحتى البرلمانيين ربوا حتى البرلمانيين في قلب البرلمان. نعم. كي يخضعوا فقط. هذه تربية، إعادة التربية، بحيث تربية على المقاومة. الأحزاب الوطنية تربي على المقاومة وعلى التطلع للمستقبل، وهذه تربي على سموه التسامح. سموه التسامح. ما معنى التسامح؟ التسامح كلمة عندها مدلول. ولكن لما تتقلب المدلول ديالها أو تتطوره بالشكل اللي بغيتي أنت ما تسبقاش. لأن يعني التسامح يعني مفاصل، تفكيك مفاصل الأمة التي مفاصل المقاومة في الأمة. نعم. نعم. وهذا الذي حدث، أنه المهم أن المثقف، أنا برغم كل ما أحلل لا أنزع مسؤولية أحد. نعم. كل مسؤول من موقعه. لا أنزع مسؤولية. نعم. أحد. ومفروض أنه هناك بنيات حنا بنيناها بتضحيات كبيرة، بنيناها وعطيناها قيمتها وعطيناها دورها وعطيناها إشعاعها بتضحيات كبيرة قدمناها، ماشي ما خداتش الاسم ديالها غير هكذاك جات من الشارع. نقدموا المثقفين تضحيات كبيرة باش تكون واحد المؤسسة اللي تتجمع المثقفين وتتحضنهم وتتحميهم وتتساعدهم أنهم يؤديوا المهمة ديالهم الفكرية، العلمية، الإبداعية، الإشعاعية، وأنهم يكونوا قوة أيضا
إن المثقف قوة. نعم. المثقف قوة. نعم. قوة. قوة الكلمة وقوة القلم وقوة الفكر أكبر قوة. صحيح. والأحزاب ضاعت في هذه القوات. نعم. الآن أعطيني اسم واحد عند شي حزب مفكر نقولوا اللي باقي شبت واحد بالنسبة. واحد. نعم. حزب واحد. نعم. نقولوا عنده فلان الفلاني. نعم. إيه مفكر. نعم. الآن في المغرب. نعم. نعم. احنا وصلنا. نعم. لدرجة ديال. نعم. الخواء. واحد مجموعة من الأسئلة ربما تتطرح من خلال المتابعة ديال اللقاء ديالي بكم، وربما تتوجه هذا السؤال: لماذا توارت الأستاذة الشاعرة الكبيرة للا ملكة العاصمي عن الأنظار، خصوصا فيما يتعلق بنضالتها السياسية المعروفة في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته؟ الآن ربما الحاجة إلى مثل الصوت ديال الأستاذة للا ملكة العاصمي، الحاجة إليه قطعية في زمن ارتكاسي. ربما هذه من الأسئلة اللي هي كثيرة بزاف وردتني. أنا لم أنسحب. نعم. وأنا نعطيك شنو المنجزات ديالي غير في هذه. نعم. السنة ديال دابا غير هاد. نعم. 21. نعم. سنة 21 2021 وهذا فقط. كاين هناك مشكل، أولا الناس لا يقرؤون. نعم. أنا الآن يمكن نضالاتي تمركزت على الكتابة، على الكتابة والبحث. صح. لأن فيما قبل كنت ميدانية. تماما. كنت مناضلة ميدانية. تماما. نعم. تماما. نعم. كنت مناضلة ميدانية. نعم. لكن قلت أنه الله يجعل البركة. نعم. وحيت تحدثتي بزاف على الشباب. نعم. قلتي هذا الدور ديال. نعم. الشباب، وحنا. نعم. نزيدهم القدام باش يحملوا المشعل. أنا يمكن قداش ما حسبتو عمري ديال السنين راه هو عمري النضالي. نعم. راه هو عمري. نعم. النضالي. نعم. لأنه أنا صغيرة واخا ما كنتش أنا اللي صاحبة القرار، ولكن كنت سخارة. أنا لما الآن تنراجع نفسي تلقى راسي تنعرف الدرب الفلاني فيه فلان الفلاني تنمشي عندهم لاش. نعم. الدرب الفلاني فيه الحومة الفلانية فيه. نعم. كذا لاش. إذا أنا كنت تنعرف مراكش كله وتنمشي للديور وتنعرف الناس وتنعرف الرجال والعيالات والنساء وكذا. لاش كنت تنمشي عندهم؟ نعم. إذا كنت تنهض بشي مهمة. آه. كنت تنتسخر. نعم. لشي مهمة. نعم. إذا من ذاك الساعة ومن بعد أنا تيتمت صغيرة. نعم. توفى الوالد وأنا صغيرة. نعم. وما كان عندنا حتى سند. الوالد كان مدير مدرسة. والعائلة سلمت المدرسة وبقينا بدون عائل. نعم. بدون عائل. نعم. ماشي فقط عائل مادي ولكن حتى عائل توجيهي. نعم. وكذا وتأطيري. نعم. واللي تستند عليه لما يوقع عليك. أنا في لقاء أحد اللقاءات تكلمت على غير عمليات الطرد اللي تعرضت لها وما تكلمتش على كل شيء لأن يالله تكلمت على ذاك العمليات الأولى. أما الطرد مسلسل في حياتي والله أعلم اش باقي يجي. بحيث من هذا بحيث اشتغلت في رأيي ولكن شيء آخر لا بد يعرفه الناس أنني خلال هذا العمل كنت أشتغل على مجموعة أقطاب من ضمن النضالات ماشي فقط الميدانية ولكن كنت نكتب كنت نبحث ندير أبحاث دراسات تدخلات يعني كنت درت واحد التروة ديال المنجزات الفكرية والعلمية كثيرة واللي كلها مبددة. نعم. أنا وليت تنخاف على راسي لنموت في. نعم. أي لحظة. نعم. وداك التروة هذيك تضيع. نعم. نعم. بحيث الآن تنتمنى غير شي واحد
الا تيسمعوني الناس وشي حد يحبني يجي يعاونني. طبعا طبعا كلشي يجي يعاونني نخرج نخرج هاد الاعمال لانني غادي نموت وما غادي نكملهاش. الله يطول عمرك ما غنكملهاش لانه سنوات العمل ماشي حاجه هذا. وتبددات بالانتخابات تنقل من اللي تيكون عندي الناس والدار الداخل اكثر من الخارج وهذا تنزول المكتب ديالي تيولي المكتب ديالي كله اوراق وهذا تنرفد. نعم. ماشي اوراق الانتخابات اوراق علميه وثقافيه. دابا تتكلمي على تنجمع داكشي باش تبداي وتنحطو مرحله جديده. نعم. بحيث حتى الاعمال ديالي وملي تنرجع لها من اجل انك تقربي شويه من المجتمع وتكوني ايضا. نعم. فاعله في الميدان بحيث تنشعر انه من الناحيه النضاليه الميدانيه انا اديت الواجب. نعم. مفروض يجيو الناس يديروا هذا هو طبعا يديروا مسؤوليتهم الدور ديالهم ايضا. وانا كمثقفه هذه حاجه اللي ما غاديش نقدر نتراجع عليها رانا طبعا. اذا نمشيو للشطر الاخير لانه البيان تقسم لجوج تشابع علينا البقار وايضا الوطنيه الصادقه، ولكن كنت قاسيه جدا في الشطر الثاني. طبعا في التشخيص الاول كانت بميكانيزمات ديال سياسية مجربة وعرفت محطات تاريخية كبيرة في الانتقالات السياسية وأيضا في العمل السياسي وفي التشاركيات السياسية في القرن الماضي. في الوطنية الصادقة كنت قاسية للأحزاب، وهذا أكدتي في المقدمة ديال اللقاء ديالي بك اليوم اللي قلتي بلي أنه إذا كانت تحترم نفسها يجب أن تحل نفسها بنفسها، وهذا هو اللي قاربتيه ربما أنه تصحيح الأعطاب وبداية النقد الذاتي من داخل القيادة السياسية التي الآن شاخت عن مهمتها وتخلت عنها. من المفروض على أنها تقيس الاعتبارات القادمة بما يمكن أن يؤهلها للعب أدوار أخرى غير التي تلعبها الآن. أنا أطالبها أن تسترد ثقة الجماهير. نعم. أن تسترد ثقة الجماهير، ولا يمكن أن تسترد ثقة الجماهير من خلال الخطابات في البرلمان أو الخطابات أو الصحف. نعم. أو نعم. لا. نعم. لا، ثقة تكون بالفعل. نعم. بالفعل، وسلوكيات الأحزاب حتى الآن سلوكيات منتقدة من طرف الجماهير. ليس من طرفي، الجماهير تعتبرها دكاكين سياسية. نعم. تعتبرها دكاكين سياسية وتعتبرها جهات لها مصالح وتجري وراء المصالح والامتيازات وأنواع الريع والمواقع وغير ذلك. هذا وهذه يعني هذا يعني أنها فقدت مصداقيتها أمام الجماهير. وأريدها أنا بالعكس، أنا عندي واحد الغيرة قوية على الأحزاب لأنه عندها تاريخ ونجزات واحد التجربة كبيرة وتضحيات كبيرة ونضالات مجيدة، وعندها واحد الرصيد اللي أتمنى أن تحافظ عليه. نعم. يجب أن تحافظ عليه، مسؤوليتها أن تحافظ عليه، لأن عار عار عار. احنا ضمير الأمة. نعم. مؤسسات الأحزاب الوطنية ضمير الأمة. إذا غاب الضمير إذا ما تبقاش الأمة، الأمة تتولي في خطر. بذلك أنا ألاحظ الآن الأمة في خطر، الآن الأمة في خطر. وهناك كثير من المفكرين ومن المثقفين ومن رجال السياسة الذين ينبهون إلى هذا الخراب القادم بأشكال كثيرة. إذا لم تقم الأحزاب السياسية الوطنية، لأن لماذا أركز على الوطنية؟ لأن الوطنية كانت وطنيتها تدفعها للتضحية. أما الأحزاب الأخرى الغير مستعدة للتضحية هي خلقت للتبعية، خلقت لتكريس واقع وربما حتى غير ذلك. على كل حال
أنا أحترمها بذلك لا أخاطبها. أصلاً أنا أخاطب الأحزاب الوطنية التي أعتبرها قدمت تضحيات ولديها رصيد، وأريدها أن تحافظ على رصيدها، وأريدها أن تحافظ على قيمتها وعلى مكانتها وعلى دورها الوطني ورصيدها التاريخي، وعندها مسؤولية. نعم. لديها مسؤولية على المستقبل. نعم. لأن الذي بنى الماضي عليه أن يبني المستقبل وأن يحافظ عليه. نعم. لأن كان يبني المستقبل حين ذاك كان يبني المستقبل، فإذا به يبدد هذا المستقبل. نعم. هذه مفارقة غير مقبولة. نعم. هل تأملين شيئا مما سيحدث في انتخابات القادمة؟ كاين الاستعدادات، وأيضا ربما كاين أيضا تعديلات في العملية الانتخابية، والاستعدادات الآن قائمة على قدم وساق من أجل إعادة تدوير الحياة السياسية ولعب أدوار أخرى غير التي كانت تلعبها. هل هناك من آمال لدى الأستاذة الملكة العاصمي بخصوص ما سيأتي في القريب خصوصا 2021؟ هذه المحاولات التي تحدث في كل مرة ونحن أمام معركة انتخابية أو دورة انتخابية جديدة، هذه الناس قرروا بشأنها. نعم. المجتمع المغربي قرر بشأنها وانسحب. نعم. من التصويت. نتائج التصويت تعبر. نعم. نتائج جا شيخ اللي قال لك 2007 دابا والدولة خلت الأحزاب التي تؤطر الجماهير وجابت واحد ينوب على الأمة واحد قال لك هي بغا يدير هو غادي يجعل الشعب المغربي كله يجي لصناديق الانتخاب ويشارك سياسيا، وكانت أكبر فشل واكبر تخلي واكبر انسحاب من التصويت. يعني هذا كان خصو لا بدا يتحاسب على هذا القرار، على هذا الفشل، وعلى الاموال التي بددها اموال المغرب. وكانت الاحزاب ايضا خصها تحاسب على انها تعاملت معه ووافقت على انه ينوب عليها او يعني طرفها يغيبها ويجعلها وينوب عليها. يعني واش تتبان لك باللي انه هذه المقاربه هل ستبدد الحلم ابدا في اعاده؟ انا اتوقع ان هذه غادي تكون واحد النكبه اكبر من اختها. نعم. اكبر من اختها، ان الناس انسحبوا من انسحبوش من العمل السياسي. لا بالعكس، دابا كل شيء في الميدان. نعم. كل شيء اللي ما تيطالب بهادي تيطالب بهادي. تشابه البقاء. نعم. ولكن ماشي مع الأحزاب. نعم. ماشي مع الأحزاب، مع نفوسهم. نعم. مع نفوسهم. بذلك الانتخابات، والآن أيضا حتى القانون تيجعل أن الأحزاب هي الوحيدة التي تعطي التزكيات. صح. وهي الوحيدة اللي كذا. فإذا الناس إلا تيمشيو للأحزاب غير باش يوصلوا. نعم. إذا الوصوليين هما اللي تيمشيو للأحزاب، وإذا الأحزاب تركز في بنيتها الانتهازيين والوصوليين. نعم. والوطنيين ما كاينين شيء، الوطنيين راه ما عندهم فلوس. الوطني والمثقف والعالم وكذا هادو ما عندهم فلوس. نعم. باش غادي ينجحوا؟ وخصوصا الانتخابات هي الفلوس. نعم. صح. يعني الانتخابات هي المال. إذن المستقبل أنا لا أعتبره مبشرا. نعم. ما لا أتوقع. نعم. وعلى كل حال أرجو أن يكون خيرا، أن لا أكون صادقة. نعم. لا أكون صادقة. طبعا غادي نختموا يعني ثلاثة ديال الناس تيسألوني بزاف على هذه القضية ديال إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. كاين اللي تيعتبرها تطبيع، كاين اللي ما تيعتبرهاش تطبيع، ولكن لماذا سكوت المثقفين بالرغم من انه كاين هامش من التعبير؟ وبزاف المثقفين ربما
عبروا بشكل عادي، حتى الأحزاب بعض الأحزاب السياسية اليسارية عبرت على رأيها بخصوص إعادة العلاقات مع إسرائيل. هل البراغماتية السياسية بعيدة على التفكير الثقافي أو الثقافة التفكيرية؟ هذه ليست براغماتية سياسية، هذه وصولية سياسية. نعم، هذه وصولية سياسية، لأن الأحزاب كلها المغربية 2 مليون، مليونين اللي خرجوا في الشارع، مليونين يعبرون عن رفضهم وعن شجبهم، ماشي للتطبيع فقط ما يجري ضد الفلسطينيين وكذا. أما لما استدعيوا الصهيونية لداخل البيت لكي تحرقه، هذه أكثر من هذه وصولية سياسية وغير مقبولة، غير مقبولة. لا يمكن الأمة، ملك البلاد قبل أنه يأطر مسيرات جماهيرية ديال الأحزاب الوطنية والشعب المغربي، واستقبل الأعداء والقوات الدولية، وهو داير نحن فلسطينيون، هو داير الشارع، واستقبل القوات الدولية المدعمة لإسرائيل، وهو داير الشارع. كيف يحدث هذا؟ هذا واقع كان خص الأحزاب تقول فيه كلمتها، تقول فيه كلمتها، إنه هذا. وثم قبل ما يوقع التطبيع راه كان الملك يصرح رسميا بأنه هذا خط أحمر. إذن هذا احنا أنا الأمور صريحة وواضحة، أن هناك قوة دولية تتمسك كل واحد من اللي تتوجعه. احنا عندنا مشكل الصحراء، وكل ساعة يخلقوا لنا بها مشكل. عندنا مشكل الصحراء، مسألة طبيعية، وإحنا يا صحارينا في الحقيقة، ماشي صحراءنا، بقوة التاريخ وبقوة يعني كل القانون، كل المعطيات، والأدلة القانونية. وحنا نزلنا على تندوف هكذاك، الصحراء الشرقية كذا. هذه قوة دولية تفرض إرادتها على الأمم وعلى الشعوب المستضعفة، وتخضعها رغم أنفها، تخضعها القرارات. ولكن الأحزاب اللي مفروض أنها تدافع عن اختياراتها، وتكون عندها أصلا اختيارات وتدافع عن اختياراتها، أين هي؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال. إنه هذه كارثة، هذه كارثة. التطبيع مع إسرائيل، احنا إسرائيل أو غيرها، احنا ضد العنف وضد انتهاك حقوق الشعوب. وإسرائيل تنتهك، تحتل أرض ليست أرضها، وتقتل شعب مسالم لا يملك أي وسيلة من وسائل الدفاع، فقط ينتفض، ومحاصر ومجوع، وفقط ينتفض مسكين. مفروض أنه احنا حتى ولو لم نكن عربا ولم يكن علاقتنا دموية ولا أي شيء، وأحرار العالم يدافعون عن فلسطين، كل الأحرار في العالم يدافعون عن فلسطين. إذا احنا لسنا أحرارا، إذا احنا خرجنا من هاد البنية ديال الأحرار، أحرار العالم. عندما نقبل أن شعب يقتل ويجوع ويمارس أنواع، بل أكثر من هذا، أنه تمدد في المنطقة، أخطبوط في المنطقة كاملة، وخلق نزاعات وصراعات ما بين الإخوة والجيران، الإخوة ماشي فقط الجيران. الآن الصراعات اللي في الشرق الأوسط، إسرائيل هي سبب كل الصراعات الدولية الآن، وهذه اعترف بها الأمم المتحدة، اعترفت بها يعني كل مفكري العالم، اعترفوا أن إسرائيل الآن هي سبب
كل النزاعات والمشاكل الواقعة في العالم. الشرق الأوسط راه الحروب والدماء والأطفال الصغار وكبار وشعوبها، اليمن مسكينة، ليبيا، سوريا، العراق إلى آخره. نعم. إلى آخره. نعم. يعني بدون هذا ونحن احنا في الطريق. نعم. هذه هي ماريكا العاصمي، الرأي الذي يخالف عندما يكون الخلاف صريحا ومباشرا وفي عمق الفكرة التي تقترب منها لأنها تعيشها بقناعة وأيضا بانحياز للحقيقة وللواقع الذي نعيشه الآن. الحق والعدل. نعم. الحق. نعم. للحق والعدل طبعا. العدل. إذن أشكركم سيداتي أنستي سادتي لتابعوا معنا هذا اللقاء المهم والجميل مع الأستاذة الباحثة والشاعرة الكبيرة والسياسية المقتدرة للملكة العاصمي. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأيضا أرقاكم بحول الله إلى طول العمر في حلقة جديدة أخرى من برنامجكم لقاء خاص. شكرا لك. وأنا أشكرك على هذه الفرصة وأرجو أن تكون تحملت هذه الصراحة وهذا ما لا أعرف، لأن حقيقة كثير من الناس دبلوماسيين في طرح آرائهم، أنا صريحة وأطرح فكري بكامل المسؤولية وبكامل الصراحة. إذا أشكركم سيدتي سادتي، إلى اللقاء. شكرا.